قدور. فهنتكلم على موضوع جديد طبعا، كل اللي فات اللي انتوا عارفين. تصور كده بقى يا بسوم، لو انا عندي شويه اجهزه هنا اهو اهو ومتوصلين بسويتش اهو، ركز بقى معايا، موضوع جديد خالص اهو. حلو كده عم باسم. وفي عندي راوتر اهو، والراوتر ده متوصل بسويتش اهو بكابل عادي خالص اهو. وعندي يا معلم، وعندي سويتش اليمة التاني اهو، والسويتش ده وراه سيرفر، ويب سيرفر بقى، اي سيرفر بقى، السيرفر عندكم في الجامعه، اي سيرفر بقى ان كان، يعني دومين كنترولر سيرفر اهو. حلو. انا عايز الشبكه دي ما تقعش خالص. خلاص يا عم، بدل ما هم سويتش واحد نجيب ثلاث سويتشات ونعمل ريدندنت زي امبارح، وكل سويتش نعمل ما بينه كابلين وايثر تشانل، فاكرين الايثر تشانل؟ طب بس المشكله ممكن الخطه تجيلك هنا، الكابل ده اللي يقع بتاع الجيت واي، عايزين نعمل باك اب للجيت واي. انا مش عايز شبكه تقع خالص، ده شبكه فلوس، الراجل صاحب الشبكه مش عايز وقع. بس انا كده هكلفك يا عم، يا عم كلف زي ما انت عايز، بس انا مش عايز الشبكه تقع. حلو. احنا خدنا المره اللي فاتت ردندنت على السويتشات، هنجيب ثلاث سويتشات ونعمل كابلات ما بينهم وكابل واحد، بدل ما هو كابل نخليه كابلين وثلاثة واربعة ونخليه يشوفوا كابل واحد. لا بس المرة دي بقى انا جاي اقول لك ازاي تعمل ريدندنت على مستوى اللاير 3، على مستوى الجيت واي. لو الجيت واي ذات نفسها هي اللي وقعت، الكابل ده اللي وقع. فقام باسم عامل ايه؟ راح جاب راوتر تاني اهو وملبسه هنا. ينفع؟ ينفع. ويقوم ايه؟ موصل السويتش كده، وموصل ايه يا معلم؟ دول كده ببعض. ايه يا عم رضا بقى؟ بص الدنيا، انا عايز لما الكابل ده يقع السويتش ينقل على اللي تحت، الكابل ده يرجع ينقل على اللي فوق، يبقى ده باك اب لده. بس المشكله هنا ان احنا هنيجي نحط ايباد للاجهزه، هنحط الجيت واي ده ولا ده؟ ده هو انا حاطط باك اب للتاني برضه، اللي هو يا عم هو في مكان واحد بس بنحط فيه جيت واي واحد، صح كده؟ في الحته بتاع الاي بي مفيش غير جيت واي واحد. لازم هو يعمل سمر الاثنين؟ لا ولا تنفع سمر الاثنين، لان هو اي بي. لا بس ده هيتم مفصول لحد ما ده. لا يابا انا عايز اوتوماتيك. ما هو ماشي هو ما ده يبقى. استنى بس، استنى عليا، ده واخد اي بي عشان يبقى بالايبيهات، ما تقعدش بقى ايه تسرح بيا. 192 168 ده واحد واحد، واللي تحت يا معلم 192 168 واحد اثنين. هتحط انهي جيت واي للاجهزه؟ يلا يا معلم قول، مش ده اي بي وده اي بي؟ هتحط انهي واحد يا عم محمد؟ واحد زيرو. واحد زيرو شبكه يا عم باسم، ما ينفعش تحط الاجهزه. هتحط انهي واحد فيهم؟ حطيت واحد واحد. طب ما هو لما واحد واحد يقع كل الاجهزه اللي عندك دي هتقع، وهتروح عليها تدي لها ايه جيت واي جديد؟ مين اللي هينتظرك؟ انا عايز العمليه اوتوماتيك. واحد واحد وقع كل الاجهزه تاخد واحد اثنين، واحد اثنين شغال شغال، وقع ترجع واحد واحد. ها؟ حاجه على السويتش لو ده وقع يتحول على ده اللي احنا جايين نتكلم فيه بقى. السويتش نفسه. مش بالسويتش بقى، على الراوتر. ان انا اعمل راوتر باك اب للراوتر تاني. القصه عندي ايه دلوقتي؟ تعال بس نحط ايبات للانترفيس دي. انا الانترفيس اليمه الثانيه شبكه جديده خالص، هخليها كام؟ 168 2 1 ماشي؟ ودي 192 168 2 2 ماشي يا بسوم؟ اهو ده بورت ايه؟ واخد واحد 2 1 اهو، وده ايه؟ 2 2. كل بورت اهو في بتوع الراوتر في شبكه مختلفه. تعال نحط ايباد على الانترفيس بتاعت الراوتر ونقوم الانترفيس اهو. كونفيج اهو يا معلم، الفص الاولاني هياخد 192 168 1 1 شغال واون. الانترفيس اليمه الثانيه هياخد 192 168 2 ايه 2 1 شغال واون.
انا عايز ده ياخد ايه واحد اتنين وده اتنين اتنين. عينيا كونفيجر اهو يا عم محمد اهو، بدل ما نقعد نكتب ايباد بقى خلاص احنا غربنا منها. 168 2 ايه 2 1 وان. طب والانترفيس اليمه الثانيه 2 2 اهو، ايه مش فاضل ايه 0 على 1 اهو، ده 0 على 0 2 1 ده اه ده 1 2 ده 1 2 ده 1 2 1 2 اهو اون. طب ده 0 على 1 ده ايه 192 168 2 ايه 2 اون. يبقى ده 1 1 ده 2 1. تعال نتشيك كده اه 1 1 ده 2 1 حلو، ده 1 ايه 2 ده 2 2 حلو قوي اهو. لو احنا جينا هنا على الاجهزه، الاجهزه جوه الشبكه كام؟ 1 صح كده اهو. فجينا على الاجهزه اهو قلت له ايه 192 168 1 10 ماشي. الجيت واي هديله 1 1 1 1 يبقى كده يمشي من فوق صح كده، يبقى كده يمشي من فوق اهو. مفيش غير مكان واحد للجيت واي، وطول عمرنا مفيش غير مكان واحد للجيت واي، مفيش حاجه اسمها الترنيت جيت واي صح. طول عمرنا شغالين في النتورك من يوم ما اتولدنا وهي جيت واي واحده اهو 12 واحد واحد. كل الاجهزه دي تطلع من فوق. طب السيرفر هنديله اي بي كام؟ 200 اهو يا معلم. السيرفر هنديله اي بي 200 لانه في شبكه 2 اهو 200. والجيت واي بتاعه 2 1 يبقى برضه السيرفر هيرد منين؟ من فوق. فلو جينا الجهاز ده بعت باكت للجهاز ده اهو اهو بيطلع ما انت قايل له يا عم اطلع من فوق اهو. طيب لو اللينك بقى يا معلم اللي انت ماشي عمال تتنطط عليه ده وقع لبست انت في الحيطه اهو. لو جيت تعمل بينج اهو على السيرفر بينج اهو 192 168 200 هيقول لك منين؟ مش شايفك. كان نفسي والله. شفت الخط مقطوع للجيت واي. لو انت جيت بقى اديته الاي بي بتاع الجيت واي اللي تحت يوصل اهو. يعني لو جيت على الجهاز ده وقلت له لا 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 انت الاي بي بتاعك خليه جيت واي 1 2 على اللي تحت، البنج بتاعك يا معلم يحصل له ايه؟ يوصل. تمام. تعال نعمل بنج اهو بعد ما يخلص. خلص يا برنس اهو. البنج هيروح بس مش هيرجع اهو. الراجل ده هيروح بس مش هيرجع. ليه؟ لان السيرفر الجيت واي بتاعه فين؟ فوق برضو اهو. بص ادي البنج اهو من هنا لهنا. يلا يا معلم طير سيميوليشن اهو. طير يا معلم. مشيت اهي راحت للسيرفر. بس اكملنا السيرفر انت كاتب عنده الجيت واي اللي فوق هيوقع لك الباكت مش عارف يرد عليك. طب عايز السيرفر يرد حوله على تحت صح اهو كده يروح رايح جاي بقى من هنا لهنا رايح. بس مين اللي هيقعد يعمل الكلام ده ستاتيك يا عم لما الطريق اللي فوق يقع؟ ومين الاصل هيقول له الطريق وقع؟ ما هيعمل سكات. انا عايز بقى العمليه تتم اوتوماتيك. تتم ازاي؟ اللينك ده وقع الراجل يحول على تحت حلو، اللينك اللي فوق ده وقع الراجل يقلب على اللي تحت وتثبيت كل حاجه. ما فيش هتغير حاجه خالص. ولا جهاز ناخد ابناتي ولا ناخد الجيت واي جديده. بص كل حاجه متظبطه تمام، لا سحر ولا شعوذه. طب اقول يا اخويا تعملها ازاي؟ ايه تخلي السيرفر. ومين اللي هيقول للسيرفر ان الاي بي الجديده اللي انت وقع يا ابني؟ ما حدش هيقول له. ها ده اللي يوزع اي بي. ماشي. وبعدين لما يقع لما يجي يوزع اي بي يا معلم مش هيوزع اي بي ودي وصبنه ماسك وجيت واي، هو هيديله جيت واي. طب لما الجيت واي اللي اديتها له ده وقعت مين اللي هيقول السيرفر روح غيرها على الاجهزه؟ السيرفر مش هيحس ان مثلا في لينك وقع؟ لا هيحس منين؟ قول لي هيحس منين؟ لما يجي مثلا حد يعمل ها بينج عليها او حد يديله مثلا بينج. مين بقى؟ مين بينج؟ مين انا عايز اول ما يقع التاني يشتغل اوتوماتيك يشتغل. فاحنا عايزين دلوقتي نعمل باك اب على مستوى الراوترات، مش باك اب بقى على مستوى السويتشات والكابلات زي ما خدنا. ما احنا خدنا باك اب على مستوى السويتشات اللي هو السبانينج تري بروتوكول.
وخدنا بقب على مستوى الكابلات امبارح اللي هو الايثر تشانل ان اكتر من كابل خلوهم كانهم كابل واحد. دلوقتي باخد بقب على مستوى الجيت واي الراوتر. هعملها ازاي بقى؟ عندنا ثلاث بروتوكولات منورين في الموضوع ده. افهم معايا بقى لانه جزء جديد. اول بروتوكول هناخده هو بتاع سيسكو. البروتوكول ده اسمه ايه بقى يا جماعه؟ انتوا عرفتوا الاول المشكله اللي انا عايز احلها؟ ها انتوا عرفتوا المشكله اللي عايز احلها؟ تمام. ايه يا مصطفى انت بتقفل النوت بيد النوت الوان نوت ليه يا مصطفى؟ اهو اول بروتوكول عندنا اسمه جديد بقى وهيفيدكم في شغلكم كتير اهو عشان تعمل باك اب للراوتر. اسمه اتش اس ار بي وده يا معلم بتاع سيسكو وهو اختصار كلمه هوت هوت ستاند باي راوتر بروتوكول هوت ستاند باي راوتر او لا ريدندنسي بروتوكول اسف ريدندنسي ريدندنسي يعني تكرار بروتوكول. بيعمل الاتش اس ار بي ده بيخليك تعمل لحد اربع راوترات خمس راوترات 255 راوتر باك اب لبعض. يا نهار ابيض ده انت لو عايز تامن شبكه بقى ايه تامنها ممكن تخليهم 255 راوتر باك اب لبعض. بيعمل ايه يا عم رضا؟ لو انت عندك سويتش اهو بيخلي لك راوتر منهم بيسميه اكتف هو اللي شال الليله والراوتر اللي بعده بيسميه ايه؟ ستاند باي. طب لو عندك راوتر تالت بيبقى ليسنر راجل بيستمع بس. طب راوتر رابع ليسنر برضو. يبقى هو في راوتر عندنا بيبقى راوتر واحد اللي هو مين؟ هو اللي شال الليله. لو الاكتف وقع الستاند باي يبقى اكتف والليسنر يختاروا ما بينهم واحد يبقى ستاند باي. يبقى احنا عندنا واحد ريس وواحد بقب اللي هو الستاند باي والباقي مستمعين. حلو حلو الكلام لحد دلوقتي. ده اللي مين اللي بيعمله؟ ال HSRB. طيب ال HSRB بيعمل ايه بقى؟ ادى الراوتر الاولاني ادى الراوتر التاني اللي احنا عاملينه في الشبكة بتاعتنا. الراوتر الاولاني كنا مدينه IP كام؟ واحد واحد صح؟ والراوتر التاني مدينه IP كام؟ واحد اتنين. لا هو هيعمل الاتنين دول بس هيعمل راوتر تخيلي باي بي فيرشوال وليكن الاي بي الفيرشوال ده هو هديله 192 168 13 ده بسميه ايه؟ فيرشوال اي بي. اي بي تخيلي مش حاجه فيزيكال موجوده. اي بي جوه الشبكه ده بقى يا معلم اللي هديله الاجهزه ده الجيت واي بتاع الاجهزه. يبقى الاي بي الفيرشوال اللي مش موجود ده هيبقى ايه؟ ده الجيت واي بتاع الاجهزه. جوه الاي بي الفيرشوال ده مين؟ واحد 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 اتنين. يبقى هو بيكريت لك اي بي كده مش موجود انت اللي هتقول له عليه. تقول له والله انا عايز الفيرشوال اي بي يبقى كام؟ 192 168 واحد تلاته. ده مش موجود ده جواه من جوه مين؟ واحد 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 اتنين. طب مش كل انترفيس على الراوتر بيبقى لها اي بي وماك وكمان بيعمل لك ماك تخيلي فيرشوال ماك عشان يبقى موجود في الارب عشان لما يجي حد يدور على حد من بره نديله الماك الايه التخيلي مش الماك الفيزيكال. فبيعمل ماك تخيلي بيبقى بدايته 0000.0 0 تمام كده. لا اسف 0 سي 07 هو ده الماك بتاعه اي سي وبعدين اكس اكس اي رقمين. الرقمين دول بيبقوا رقم الجروب. هقول لك رقم الجروب بيجي منين دلوقتي. جروب نمبر رقم كده بحطه. يبقى الراوتر التخيله ده هيبقى له اي بي انت هتديه له ويبقى له رقم ايه؟ رقم جروب. ازاي بعمله؟ بص يا عم محمد اهو هاجي على الراوتر ده اهو الاثنين دول عايز اعمل لهم جروب مع بعض ماشي. الراوتر اللي فوق والراوتر مين اللي تحت الواحد واحد والواحد كام؟ اتنين. هخش على الانترفيس ده هنا بتاع الراوتر. ركز معايا بقى والنبي الله يكرمك.
كوماند واحد اهو انترفيس فاست 0 على 0 ستاند باي. هتسمي الجروب دي ايه؟ عندك ارقام من الواحد لحد 255 ده في الاتش اس ار بي فيرجن 1. لا خد بالك بقى دلوقتي بقت لحد 4096 على قد عدد الفيلان. يعني ممكن تعمل عدد من الجروب 4096 جروب على كل راوتر. فهنعمل الساند باي واحد. الاي بي التخيلي هيبقى كام؟ 192.168.1.3. الانترفيس 0 على 0 دخلت فيرجن والانترفيس اسمها ايه؟ 1.3. اروح للانترفيس الثانيه زميلتها تحت. زميلتها تحت صح؟ مش ده نحطها في نفس الجروب؟ مش الاثنين دول على بعض هيبقوا جروب واحد؟ اهو يا معلم هاجي اهو سي ال اي اكزيت انترفيس فاست 0 على 0. انت جوه جروب رقمها كام؟ واحد. الاي بي التخيلي بتاعتها كام؟ 1.3. حلو الكلام. الاثنين كده بقى جروب واحده. بقى انا ما عنديش حاجه اسمها 1.1 ولا 1.2. امال ايه اللي هديلي الاجهزه؟ 1.3. ايه اللي هديلي الاجهزه؟ 1.3. ايه اللي هديلي الاجهزه؟ 1.3. قالوا الكلام كده. بص يا سيدي تعال بس نطفي الجهاز ده وننوره عشان القرب يكون خلص. نطفي الجهاز ده وننوره عشان القرب يكون خلص. عشان ايه؟ مخزن هو مكيش القديم اهو. يلا يا معلم خلصت انا كده اهو. ادي الراجل اهو عايز يبعت باكت من هنا. شغال يا عم ما هيروح عادي اهو اهو. خد الطريق ان هو يبقى هو اختار اللي تحت بقى اكتف. وهقول لك بيختار الاكتف بناء على ايه. طب يا معلم ده وقع ده القطع ماشي اهو ما عادش فيه خلاص اهو القطع. تعال بقى نبعت باكت من فوق لتحت اهو من هنا لهنا. هو المفروض انتظر 10 ثواني اقول لكم عليه اهو. ايه اللي حصل؟ قال الطريق اللي فوق صح؟ الطريق اللي تحت رجع اهو اهو. الشبكه قامت اهي. طبعا انتوا عرفتوا امبارح 30 50 ثانيه بيقعدوا ليه اهو. الراجل ده عايز يبعت باكت للراجل ده ما يبعت له يا عم ما يبعتلوش ليه اهو اهو. حلو تمام مفيش مشكله خالص اهو. رجع معاه تاني. ايه اللي حصل بقى؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا جماعه لما احنا شغلنا ال HSRB كان عندك 1.1 و1.2. فالراجل بيختار بينهم واحد يبقى اكتف. بيختاروا بناء على ايه؟ الاكتف راوتر اللي هو هيقوم بالليله بيبقى الراوتر اللي اعلى بريورتي. الهايست ايه؟ بريورتي. البريورتي يا صاصة ده رقم من واحد لحد 255. الديفولت عندنا في ال HSRB ان الراوتر يبقى البريورتي بتاعته بكام؟ ب 100. كل ما تكبر عن ال 100 كل ما كان احسن. هنا مش اقل بريورتي، هنا اعلى بريورتي، اعلى في الرقم. فال HSRB بيعتمد على الرقم الاكبر. فلو جيت على راوتر منهم خليته 255 بقى هو الاكتف. تمام؟ طب لو هما الاثنين يا عم رضا متساويين في البريورتي ناخد اعلى اي بي. الهايست ايه؟ اي بي ادرس. فانت لو عندك 192 168 1.2 و1.1 اخد 1.2 بقى الاكتف. حلو؟ فلو هما الاثنين شغالين مع بعض يا ولاء يبقى 1.2 اللي هيشتغل لو البريورتي ايه؟ متساوي. طيب يا عم خد معايا بقى، خد معايا الراوتر ده اهو والراوتر اهو. الاي بي بتاع ده كان 192.1.1. الاي بي بتاع ده كان 192.1.2.
البريورتي بتاع ده كانت 100، البريورتي بتاع ده كانت 100، فمين اللي هيبقى ريس؟ واحد اتنين هيبقى ريس. حلو، جه محمد على البريورتي من 100 ل 110. لا، طالما في ريس ما نشلوش، الريس بيفضل طول عمره ريس لحد ما يقع. تمام كده، لحد ما يقع يعمل انتخابات ياخد الاعلى بريورتي. بالظبط بالظبط، الله يكرمك. يبقى انا لو عليت البريورتي يا معلم وفي واحد ريس هيفضل ريس، تمام، الا اذا كتبت عليه كوماند اسمه، الله يكرمك ركز، بري امبت. يعني لو انت عايز تعلي البريورتي واللي اعلى بريورتي ياخد ريس على طول، اعمل عليه كوماند اسمه بري امبت. بري امبت ده معناه راجل انتهازي، هيقتل التاني، يقلب التاني، انا اعلى منك في البريورتي. تمام كده، خلاص، تمام كده. لازم يكون الكوماند مكتوب بتاع مين؟ بري امب. تعال بقى نجربه، تعالوا نجربه. الرقم لازم يكون متشابه، لا مش متشابه، تعال نجربه، تعال نجربه، تعال نجربها كده. عايزين نشوف مين الرئيس في دول، نعمل ايه؟ بكل بساطه في كوماند اسمه شو ستاند باي. فقال لي والله انا مش شغال عليا حاليا غير جروب واحد، عندنا كراوتر عضو فيها الفاصل 0 على 0. حلو الكلام، شغال جوه فيرتشوال انترفيس 192.1.3، واخد ماك كام يا معلم؟ فاكرين 4 اصفار 0 سي 07 اي سي دي ثابت 01. ليه 01؟ لان الجروب رقمها 1. طب لو جروب رقمها 2 يبقى 02. طب لو جروب رقمها 10 تيجي لي بايه؟ لا يا اخوان، من 010 0 اي، مش الايه مكتوب اكس ديسمال ولا 10 ايه 0 اي، صح كده؟ تمام، هذا الفيرتشوال ماك اهو. حلو الكلام، الراجل بيبعت هلو، خد بالك الهلو بتاعتنا بتنبعت كل 3 ثواني، هنعرف الهلو والكلام ده كله. بس الستاند باي راوتر ليا كام؟ 1 2، يعني 1 1 هو الرئيس. يعني الراجل دلوقتي بيطلع منين؟ من فوق اهو. لما الراجل ده يبعت باكت من هنا لهنا، هنلاقي مين اللي الرئيس؟ اللي فوق اهو، اهو شايفين الراجل اللي بيطلع من فوق اهو. هو ليه بيعمل برودكاست؟ اصل الاربع عامل لنا مشاكل. اقفل بس كده وافتح، اقفل دراخر وافتحه، اقفل بس دراخر وافتحه، خلي فيه ارب جديد وفيه شغل جديد. الارب بس ايه على ما بيشيل من عند السويتش والكلام ده بيعمل ايه مشكله. اهو الراجل ده هيبعت لده، هتلاقي الدنيا شغاله زي الفل اهو. يعني مين الريس دلوقتي؟ اللي فوق. طب ليه ريس؟ هل هو اعلى بريورتي؟ لا والله، الاثنين البريورتي بتاعتهم 100، مش ده الديفولت الاثنين؟ طب ليه ده الريس؟ لان ده اللي كان موجود لوحده، ده كان ما كانش موجود. طب انا عايز اخلي بقى اللي تحت ده الريس، اعمل ايه؟ قال لك في كوماند اسمه بريورتي انيبل كونفيجر تيرمينال انترفيس فاست 0 على 0 ستاند باي رقمها كام؟ بريورتي. هديلها بريورتي كام؟ هديلها بريورتي 101. يعني هو عامه الاي دي بتاعه عالي، هو كده كده لا، ما هو طالما خد ريس خلاص، حتى لو عايز الاي بي، حتى لو عايز البريورتي. يعني ممكن ادي الكوماند الثاني وخلاص، مش لازم ادي بريورتي. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ادي الكوماند الثاني. ممكن بس شوف دلوقتي، شوف دلوقتي اللي فوق ده 100 واللي تحت 101، وبرضه بيطلع على اللي فوق. بصوا اهو، مع ان اللي تحت بقى اعلى بريورتي اهو اهو. لازم ينزل الرئيس، لازم ايه؟ الرئيس يموت، او لازم بقى تكتب تحت كوماند اسمه ايه؟ بري امبت، اقلبه اهو. الكوماند ايه؟ بسوم اللي تحت بينكتب مع البريورتي كده، قول له يا معلم ستاند باي 1 بري ايه؟ امبت. البري امبت ده يعني ايه؟ بص كده، هو احنا قلنا واحد بيبقى رئيس والتاني بقب، واحد اكتف والتاني ستاند باي. بختار الرئيس والبقب بناء عليه، بسوم بناء على الاول حاجه اسمها بريورتي اهو، رقم من الواحد ل 255.
كل ما تعلى الرقم ده هنا بقى المره دي كل ما تعلى الرقم كل ما كان احسن هناك في السويتش كان بيبقى اقل. طيب هم الديفولت بتاعهم كام؟ البريورتي 100. فلو عندك راجل واحد بريورتي ب 100 و101 ياخد 101. طب لو الاثنين متساويين في البريورتي باخد الاعلى اي بي. فلو عنده اي بي 101 2 واي بي 11 يبقى 12 هو الاحسن. بس ايه لو تساووا في البريورتي؟ جه للاسف مصطفى دلوقتي على البريورتي لقى الراجل برضو لسه شغال على قديم. ما احنا خدنا مبدا زمان الريس بيفضل ريس حلو الا ما ايه توقعه او يحصل انتخابات فالاتنين يقوموا مع بعض. فقاموا هنا راح عاملين قانون جديد كده كوماند جديد اسمه البري امبت. يعني ايه كوماند البري امبت ده؟ البري امبت ده معناه لو انت البريورتي بتاعتك 110 واللي تحت البريورتي 100 وهو الريس ما تنتظرش لحد ما يقع اقلبه وخد منه الريس. بس شرط تكتب كوماند اسمه ايه؟ بري امبت عليه. فالراجل ده بقى ايه؟ بقى مستغل دلوقتي. بري امبت يعني مستغل. اول ما لقى ان البريورتي مصطفى اول ما لقى ان البريورتي بقت ازيد من اللي تحت يقلبه ياخد منه ايه؟ الريس. فاحنا جينا هنا خلينا البريورتي بتاع ده ب 101 وهنا ب 100 وجربنا لقينا برضو لسه شغال على اللي فوق. اهو اهو يا معلم. لا ما انا كتبت خلاص بقى بعد ما كتبت بري امبت ايه اللي حصل؟ نزل من تحت. انما قبل ما اكتب الكوماند ده صاصة اهو كان بيطلع منين؟ على اللي فوق. حلو. طب والناحيه الثانيه؟ الناحيه الثانيه على فكره احنا ما عملناش جروب. تيجي نعمل جروب اليوم الثانيه؟ لا جروب ثاني بقى. ما هو دول في جروب ودول في جروب على الراوتر الواحد ما ينفعش اثنين انترفيس نفس الجروب. حلو كده. فتعال نعمل هنا جروب اثنين نحط فيه مين؟ الرجاله دول اهو. انتوا فهمتوا دلوقتي اللي انا بقوله؟ بجد والله فهمتوا اللي انا بقوله؟ تعال نعمل جروب بقى اليمه الثانيه اكس اهو. هخش على الانترفيس 0 على 1 اهي كونفيجر تيرمينال انترفيس فاست 0 على 1 ستاند باي هسميه 2 الاي بي ادرس بتاعي 192 168 2 3 تمام. حلو الكلام. تعالى ننزل تحت اهو نخليه برضو 2 3 انترفيس فاست 0 على 1 ستاند باي ها 2 192 168 2 3 ستاند باي اي بي في اي بي في كلمه اي بي هنا اهو بقى كده يا معلم. في 2 ايه 2 جروب اهو. الراجل ده عايز يروح للراجل ده شغال بينزل تحت اهو. الراجل ده عايز يروح بينزل من تحت اهو. يبقى اللي تحت الاكتف. طب ليه هو البريورتي هنا ب 100 وهنا ب 100 فقال لك انا عندي 2 1 و 2 2 طب انا عايز اعلي البريورتي فوق. ما تعلي يا عم خش على اللي فوق وعلي البريورتي اهو ستاند باي 2 انا عايز اعلي جروب 2 بريورتي بتاعته 101. طب هل كده هيطلعه من فوق؟ لا هو عليه بري امبت اهو اهو امشي يا عم ماشي من تحت اهو. طب وده لما يجي يرد المفروض يرد من فوق؟ لا يا عم هرد من تحت برضه. ليه؟ اصل انت وانت بتكتب بريورتي انت حليتها اي بس ما كتبتش كوماند بري امبت. حلو وضحت. البري امبت دي بتعمل ايه؟ بتشوف لو البريورتي بتاعتك اكبر من اللي تحت تاخد انت ما تنتظرش لما يقع. تمام كده اهو. جه باسم عمل ايه اهو ستاند باي 2 بري امبت اهو. شوف بقى كده اللي هيحصل. الراجل ده لما بيبعت باكت من هنا لهنا ماشي تحت اهو. لما يجي يرد يا معلم هيرد من فوق اهو. ايه ده ما تنفذش ولا ايه؟ اه نخرج بس ريال تايم كده عشان الكوماند يتنفذ من هنا لهنا. يلا يا معلم لما يجي يرد المفروض يرد من فوق بقى. ايه اللي حاصل؟ ما حطيناش الجيت واي في الاجهزه اللي على اه انت ما حطيتش الجيت واي اللي هي الفيرشوال. الله يكرمك صح كده اهو. الجيت واي انت ما حطيتش فيرشوال ايه 2 3
تمام. تعال بقى نشوف دلوقتي المفروض يطلع من فوق صح كده؟ اهو يلا هذا الراجل اهو هيروح هنا. حلو حلو قوي حلو قوي. لما يجي يرد المفروض احنا نقلب من فوق اهو. عمل اربع اللي فوق اهو خلاص هيرد على اللي فوق بقى اهو. خلاص يا معلم ده هي اربع مره واحده بس بعد كده خلاص بقى اهو. يلا يا معلم اهو تعالى اطلع من فوق بقى اهو. مفيش مشكله خالص. يعني ده بقى الباكب بتاعه تحت او ده الاكتف واللي فوق الستاند بار وده الاكتف واللي فوق الستاند بار. بس برضو كان نفسي حد يسال سؤال بقى. انا عامل ده اكتف اه وده الستاند باي بتاعه. لا يا معلم انا مش هوقع لك ده. انا هوقع لك الطريق اللي تحت ده بس هنا. تاني مش ده ابو حميد الاكتف وده الستاند باي بتاعه؟ يعني ده لما يقع يطلع من فوق اهو اهو. ده لما طار اهو. حلو الكلام كده اهو. اطلع بس كده عشان الترافيك ايه الباك ترسل ما يهس معاك واطلع كده ابعت ترافيك من هنا لهنا شغال اهو. ايه اللي حصل؟ الراجل طلع من فوق اهو صح الكلام؟ تمام. لا ولما يجي يرجع يرجع برضه من فوق ما عنديش مشكله اهو. ما هو بقى لا بس اصبر بس عليا اصبر بس علي. لا انا مش هوقع لك الطريق ده. انا مش هوقع لك الطريق ده. انا هوقع اللي بعده. انا هوقع اللي بعده. انت عامل ده بقب لده. انا هوقع لك الانترفيس ده او التاني. تمام تمام اه تمام. تعال كده نشوف بس الاول احنا عايزينه بقى ايه. الراجل اللي تحت دوت يبقى هو الاكتف. نعمل ايه؟ نعلي البريوريتي صح كده؟ لا اه. كونفيجر تيرمينال انترفيس فاست 0 على 0 علي البريوريتي زي الثاني يا ابني. ستاند باي 1 بريوريتي اخليه 102. طب بس كده مش هياخد. لازم نكتب ايه؟ 1 بري امبت عشان يرجع ياخد من تحت ثاني صح كده؟ بص 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 يا بسوم الطريق شغال زي الفل دلوقتي مفيش فيه مشكله اهو. رجع زي ما كان اهو. ماشي ماشي اهو الطريق شغال اهو. محمد بقى فوزي مش هيعمل لك كده. مش هيضرب لك ده ولا ده. هيضرب لك ده يا معلم اهو. فالراجل ده مش حاسس ان في حاجه حصلت لان مين بقب لمين؟ ده بقب لده صح كده؟ تعال ابعت بقى اهو. غلبان قوي. مفيش مش هيروح اهو. عايزين نشوفها اكتر. اعملوا بس يعني المفروض ننتظر 10 ثواني عشان هو بيقعد 10 ثواني بس. المفروض ايه نقفل. هقول لك ليه 10 ثواني. نطير بس الارب كده لسه معلق على القديم اهو. نطير بس ان السويتش بيبقى متخزن جواه حاجه اسمها ماك ادرس تيبل فلازم الحاجات دي تتفضى. دي اللي بتعمل المشكله اهو. تعالى ابعت بقى كده. الراجل مش عارف شيس شغال ان الطريق كويس بتاعه اللي تحت. محدش قاله ان هو وقع اهو. مين قالك ان هو وقع؟ محدش قالك اه. ورمي لك اهو الورقه ايه اللي هي الانريتشبل في وشك. طب دي حلوها ازاي بقى؟ لبس كده في الحيطه. انا يا عم مش هقطع لك هنا خالص. انا هقطع لك بعد الراوتر. الطريق ده شغال اهو. ده الاساسي وده الباك اب بتاعه صح؟ انا هقطع لك بعد الراوتر. روح عامل كوماند اسمه التراك. التراك ده بيعمل ايه؟ خد بالك يا معلم ان البريورتي بتاع ده كام؟ 101 انت كنت معليه. والبريورتي بتاع دي كام؟ 102. راح عاملين كوماند اسمه تراك. قال له ايه؟ يا اتش اس ار بي راقب البورت الثاني بتاع الراوتر في الطريق. لو وقع نزل البريورتي بتاعت من 102 نزلها ب 10 خليها 98. فلما ينزلها ب 98 يبقى اللي فوق هو الاعلى بريورتي وانت عامل عليه بري ام بتطلع من فوق. فهمت الكوماند تراك اسمه بيعمل ايه؟ التراك بيراقب بيراقب البورت الثاني بتاع نفس الراوتر. لو وقع ينزل البريورتي ب 10.
ده الديفولت بتاعه. ده بقى في الاعراض الحقيقي لا تقول له نزل البروفت ب 50 باي قيمه انت عايزها. انما على الباك تريسر شغال على الديفولت اللي هو ال 10. شوف كده. يعني انا لو دخلت دلوقتي قلت له شو ستاند باي اهو شو ستاند باي هلاقي البريورتي بكام؟ البريورتي عليا 102 اهي صح؟ 102 اهي البريورتي اهي. طب انا عايز اعمل تراك بقى. تراك لمين؟ هي الانترفيس كان اسمها فاست زيرو على كام؟ على واحد اهي. عايز اعمل تراك للانترفيس ده. تمام خش يا معلم جوه الانترفيس اهو كونفيجر تيرمينال انترفيس فاست زيرو على زيرو اللي هي دي مش انا عايز الجروب دي تراقب دي اهي فاست زيرو على زيرو. حلو تراك ستاند باي الاول واحد تراك هيتراك مين؟ هيتراك الفاست زيرو على واحد. يعني زيرو على زيرو البريورتي بتاعتها تقل بعشرة لو زيرو على واحد وقعت. فهي كانت 102 لما تقل بعشرة يبقى 92. حلو تعال نشوف كده يا معلم لحد الان عايزين بس نقوم الانترفيس دي من 30 ل 50 سنه اللي خدناهم امبارح اهو. لو جينا دخلنا دلوقتي كده عملنا شو انترفيس بريك شو اسف ستاند باي واحد او شو ستاند باي بس اهو هنلاقي ان الزيرو على زيرو البريورتي بتاعتها بكام؟ تعالى وقع بقى الانترفيس دي وقعها وشوف البريورتي. لا ليه 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 اهو. يبقى انا هنا يا جماعه هعمل ايه؟ هعمل بقى زيرو على واحد وزيرو على واحد الاثنين في جروب اثنين واخلي كل واحده بتتراك على مين؟ على اللي بعديه اهو. هنيجي هنا انترفيس اهو زيرو على واحد ستاند باي اثنين اي بي ادرس كام يا معلم؟ 168.2.3 ستاند باي اثنين بريورتي انا عايز اخلي البريورتي اللي فوق 101 ستاند باي 2 بري امبت ستاند باي 2 تراك مين فاست 0 على 0. يعني كده انا موجود فين؟ في 0 على 1 هخليها تراقب مين؟ 0 على 0 اهو 0 على 1 هتراقب 0 على 0 لو لقيتها وقعت البريورتي بتاعتها هتقل ب 10 عشان لما تقل ب 10 الراجل ينزل على تحت اهو. طب تعال نحط ده في نفس الايه في الجروب برضو اهو. يلا يا معلم عامل ايه من هنا من السكة دي تراك من زيرو على زيرو على زيرو على واحد لو دي وقعت يا محمد ينزل على هو بيرد بقى هو بيرد بقى نعمل تراك برضو على الايه على اليمة التانية اهو. هنيجي بقى ايه نقول له exit interface fast زيرو على واحد stand by stand by اتنين اي بي ادرس كام يا معلم؟ 168.2.3 ستاند باي 2 بريورتي 102. هو ليه ما عادش ما بقاش اكتف؟ لان ايه؟ لسه ما عملتش بري امبت. ستاند باي 2 بري امبت ايه ده؟ ده خد اكتف لان البريورتي بتاعته 102 والبريورتي فوق كام؟ 101 تمام. طيب ستاند باي 2 تراك فاست كام؟ 0 على 0 بس يا معلم. بص يا باشا عشان تعرف يخرب بيت سنينك ولا كده موجود سيف بقى هذا اتش اس ار بي ماشي الايباد تمام. بس ما تقولوش بقى مصطفى مش هيرضى لا 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 ما تقلقش ما تقلقش انا سايبنا خلاص هتلاقي ايرور في الباك تريزر ذات نفسه
اه طب بس الاول كده انا مش راننج نشوف موجود ولا لا. اه يا عم شغال اهو شو راننج فين. اه يا عم موجود اهو مع نفسه بقى يقفل مع نفسه حلو. بس انت ما عملتش لايك اي حاجه. ما عملتش بس عملت سيف بس هو آه. كانه لسه مفتوح. اه بالظبط 168 واحد كام واحد 11 واحد 10 مثلا اهو وده 1.3 ده بقى ده الفيرشوال اهو ماشي 1.3 اه تمام ماشي. هناخد ده كوبي كده ونروح لده نخليه 1.11 ايا كان بقى اهو 1.3 لده 1.12 1.3 وده هنخليه ايه 2.10 او 2.100 اهو. ده حاجه اللي احنا بندخل الاي بي اس دي يا ابني ال 1 3 و 2 3 جيت واي في ايه يعني هخليه لك دلوقتي. اه ماشي واعمل لك 2 بور كمان 168 2 3 تمام اهو. الراجل ده هيبعت للراجل ده شغال. تعال نشوف كده هيمشي كده نزل تحت ماشي لان تحت البريورتي اعلى. حلو لسه كان بيدور على الماك عينيا خلاص ظبط نفسه كده يعني الراجل دلوقتي ايه سرح من تحت اهو بص اهو اهو طبيعي يعني يسرح من تحت ماشي. جه بقى يا معلم اللي تحت وقع ومال وقع انتظرني بس العشر ثواني بتوعي تمام. هو ده مشكلة الباك تريسر عشان الحاجات اللي مكيشة اهو. المفروض يسرح منين فيه دلوقتي الباكة بيطلعها اللي فوق اهو. تعال نشوف يلا يا معلم. حلو قوي طلع من اللي فوق هيرجع من فوق تمام ويرجع منين من اللي فوق. ايه اللي خليه يرجع من اللي فوق؟ اصل انا عامل تراك من هنا لهنا فالمفروض البريورتي ده كانت 102 المفروض تكون قلب ب 10 صح المفروض تكون قلب ب 10. تعال نشوفها كده يا سلام تعجبوني لما تكونوا فاهمين القصه. نيبل شو ستاند باي ده لازم تكون 92 زيرو على واحد زيرو على واحد انا بتكلم على زيرو على واحد اهو 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 كام 92 البيرت اللي فوق لسه زي ما هي 101 او 102 101 صح او 102 مش فاكر يعني كان كنا عاملينها 101 او 102 صح. البيرت نزل بكام؟ طب لو الطريق رجع البيرت تعلى تاني اوتوماتيك اوتوماتيكي اوتوماتيكي اهو. بص يا معلم لو اللينك ده رجع اللي انت عامل له تراك يطلع تاني بنفس القيمه اللي نزلها هو نزل بقيمه 10 يطلع بقيمه ال 10 تاني يبقى اللي تحت 102 تاني اهو. يعني لو جيت شفت كده ايه ده شو ستاند باي 102 ده اللي عامله على مكنه الاسراف. ايه يا باشا في حاجات احسن كده كمان ها. ايه رايك ايه رايك في الموضوع انتوا فهمتوا يعني ايه ستاند باي فهمنا يعني ايه بري امبد فهمنا يعني ايه بريورتي ها. حد يقول لي البريورتي بتعمل ايه الكوماند بتاع البريورتي بيعمل ايه يعني الكوماند ده كتبته ملوش لازمه لو انت ما عملتش ريستارت للاكتف تمام كده يبقى البريورتي ده ملوش لازمه لو انت ما عملتش ريستارت للاكتف تمام. طب يخليه لازمه ازاي نكتب كوماند اسمه بري امبد تمام. طب التراك بيعمل ايه؟ بيراقب الخط اللي بعده بيراقب البورت اللي بعده. بس ممكن اعمل تراك لاكتر من حاجه؟ طبعا بس كل راوتر تعمل تراك لاي انترفيس بعده. انا عايز اعمل تراك لده وده 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 لكذا انترفيس اعمل لهم تراك اخد دي واللي وراه
حلو، وعلى كل لينك بتعمل باك اب اكتف وستاند باي، اكتف وستاند باي. تمام كده؟ في مشكله اتفهمت الموضوع؟ طب ايه القصه يا جماعه؟ القصه بقى ان الاكتف لازم كل فيديو يظبطه كده. الناس تقول ايه دلوقتي؟ بدي كورس شعبان عبد الرحيم. يلا اهو بص يا معلم، اتفقنا ان ال HSRB بيخلي واحد منهم اكتف ماشي ابو حميد، واحد ستاند باي وباقي لسنر. طب هما دول بيتكلموا الثلاثه مع بعض؟ اكيد طبعا. الاكتف كل 3 ثواني بيبعت هالون لبقيه الراوترات، كل كام ثانيه؟ 3 ثواني. لو الاكتف ما جاش منه هالو في خلال الهولد داون تايم اللي هو 10 ثواني، يبقى الستاند باي يبقى اكتف، والليسنر نختار ما بينهم واحد يبقى ستاند باي. طب الهالو دي بتنبعت ازاي عشان توصل لكل الناس اللي شغال عليها ال HSRB؟ ال HSRB يا جماعه بيبعت الهالو بتاعه على مالتي كاست ادرس 224.002. يبقى الهالو بتاعتنا الراوترات اللي شغاله HSRB بتتكلم مع بعضها على مالتي كاست ادرس كام؟ 224.002. فالهالو بتاعتك لما تيجي تنبعت 224.002. خدنا مع بعضنا الكوماند اسمه البريورتي، كل البريورتي بتاعت ال HSRB ب 100 باي ديفولت. البريورتي ده رقم من الواحد ل 255، كل ما تعلى الرقم كل ما كان افضل غير السويتش. طيب البريورتي ديت الاكتف لو انت عليت راوتر خليت البريورتي بتاعته 110 ما ياخدش اكتف برضه، لازم ان الاكتف يقع. طب حل الموضوع ده ايه؟ قال لك في عندك حاجه اسمها البري امبت. بري امبت عملوا كوماند اسمه التراك، لو في بورت بعد الراوتر وقع فانا اعمل له تراكنج اراقبه. التراك ده بيقلل لك البريورتي بكام؟ ب 10، ده الديفولت. لا لو على راوتر حقيقي ممكن تعمل ستاند باي واحد تراك فاست زيرو على واحد مسافه 200، يعني قللها ب 200 نزلها القيمه اللي انت عايزها. تمام؟ ده ال HSRB. للاسف ال HSRB ما بيشتغلش غير على الراوترات سيسكو، فعمل واحد زيه بالظبط ستاندر. اسمه ايه الستاندر ده؟ اهو بيشتغل على سيسكو ونون سيسكو، ال VRRB. ال VRRB بيشتغل على سيسكو ونون سيسكو، ده حاجه ستاندر، ستاندر بروتوكول. اختصار كلمه ايه؟ تعال كده نشوف مع بعض طول بنساها. فيرتشوال راوتر ريدندنسي بروتوكول، اهو فيرتشوال راوتر ريدندنسي بروتوكول. ايه الفرق ما بينه؟ ال في ار ار بي ما بيشتغلش غير على راوترات على سويتشات 4500 و6500 اللي هي السويتشات اللي هي ار 3، وعلى كل الراوترات طبعا. يعني لو هتعمل هو ايه ده، وانا ممكن اجيب كذا سويتش لير 3 واعمل عليهم الاتش اس ار بي او الفي ار ار بي؟ اه وشغلهم كانه جيت واي مفيش راوتر، وتخلي الثلاث سويتشات او الاربع سويتشات اللير 3 باك اب من بعض مش بيتحط له اي بي؟ هو كده لير 3 ولا مالتي لير؟ مالتي لير يعني، بس الموديلات 4500 و6500 ما بيشتغلش على 3560. تمام؟ الراجل دهوت يا جماعه بيشتغل ال في ار ار بي، سيسكو بيسموه اكتف وستاند باي صح؟ هنا بنسميه ماستر وباك اب. يعني بختار راوتر يبقى ماستر والتاني ايه؟ باك اب. مفيش كوماند البري امبت، مش موجود عليه. في كوماند بريورتي، بس لما تعلي البريورتي لازم تنتظر الماستر لما يقع عشان تبقى انت ماستر. مفيش بري امبت، وللاسف مفيش تراك. اه يبقى مفيش بري امبت ومفيش تراك. بس التراك ده هقول لكم عليه المره الجايه ان شاء الله، هناخد حاجه اسمها اس ال اي، ده جزء جديد في سيسكو. فانا ممكن اعمل التراك ده عن طريق حاجه اسمها اس ال اي، سيرفيس ليفل اوف اجريمنت، حاجه جميله خالص.
فممكن الفي ار ار بي نشغله مع الاس ال اي. لو انت عندك سويتشات وراوترات اتش بي وكلام من ده شغل الفي ار ار بي وهتشغل معاه حاجه اسمها اس ال اي تعمل بيه تراك. الفي ار ار بي بيبعت المسج بتاعته بيبعت الهالو بتاعته كل واحد سكند. الهولي داون تايم بتاعه او ديد انترفال بتاعه 3 ثواني واسرع من اتش اس ار بي شويه. بيبعت الهالو بتاعته على 224.0.0.18. التاني كان بيبعت على كام؟ على 2. الكوماندات بتاعته مش هتلاقوها على الباكت تريسر، هديها لك اهو. بدل ما اكتب كوماند اسمه ستاند باي زي ما كنت بكتب في الاتش اس ار بي ورقم الجروب واحد والاي بي بتاع الفيرشوال 192.168.1.3، لا يا معلم هكتب في ار ار بي تمام كده واحد اي بي ونفس الكلام. ايه الجمال ده؟ بس كده بس كده حلو الكلام. بس يا سيدي ده الاختلاف بين الستاند باي والفي ار ار بي. ده بيشتغل على سيسكو بس، ده بيشتغل سيسكو ونون سيسكو. حلو الكلام. الحاجه الجديده بقى اللي عملوها المشكلتين بتوع الاتش اس ار بي والفي ار ار بي، الاتش اس ار بي والفي ار ار بي. الاتش اس ار بي كان عندي راوتر اكتف وراوتر ستاند باي صح، والباقي ايه؟ ليسنر. ده ما فيش فيه غير ماستر وباك اب وشكرا، ما فيش ليسنر. بس لازم يقع. بس ايه لو الماستر وقع الستاند الباك اب يبقى ايه؟ ماستر. بس لازم ان الماستر يقع تمام كده، او بقى اعمل حاجه اسمها اس ال ايه احنا بنتكلم عليها بعدين. تمام خلاص. ما انت ليه كده جيت في امبارح فكرنا بالحاجات وخدناها. المشكله في ايه؟ المشكله ان احنا عندنا ولاء الراوتر بتاعنا اكتف ده اللي بيبقى متحمل عليه، والستاند باي والليسنر قاعدين مرتاحين صح. طب ما كده دي حاجات انت مضيعها. طب ما طالما هما موجودين الاربع راوترات او الثلاث راوترات ما تحمل عليهم يا عم، لما يبقى يقع بحمل على اللي فاضلين. انت فهمت قصدي ايه؟ ايوه. انت كده محمل على راوتر واحد وفحته صح، تمام شغال عليه بس على طول، والباقي الستاند باي والليسنر مش شغالين، فراح عاملين بروتوكول ثالث بقى بيسمح لك ان انت تحمل على الثلاث راوترات. علينا بس النظر بتاعه. بص يا سيدي اسمه ايه؟ اسمه الجي ال بي بروتوكول، اختصار كلمه جيت واي لود بالانس بروتوكول. ده حاجه ستاندر يا معلم. انا بس عايز اشوف المنطقه بتاعته اهو. الجي ال بي بروتوكول ده بيعمل ايه؟ بيعمل لك راوتر، راوتر اسمه بيعمل لك راوتر منهم ده سؤال جاي في الامتحان. الريس اسمه ايه؟ اسمه اكتف فيرتشوال جيت واي، اكتف فيرتشوال جيت واي اللي هو اي في جي. انا هشرح الكلام ده اهو، ده اللي سؤال نظري جاي في الامتحان اهو. وبقيه الراوترات بيعملها اكتف فيرتشوال فوروردر، اكتف فيرتشوال فوروردر. والله ما انا فاهم حاجه. ايه يا معلم القصه؟ بص يا معلم، ابقى عندك راوتر وثلاث راوترات زمايله اهو، يوم عامل ايه؟ هذا الجهاز الاولاني، هذا الجهاز الثاني ماشي، هذا الجهاز الثالث، هذا الجهاز الرابع. حلو. يختار واحد بس منهم اي في جي اكتف فيرتشوال جيت واي، وده يبقى اكتف فيرتشوال فوروردر، اكتف فيرتشوال فوروردر، اكتف فيرتشوال فوروردر، اكتف فيرتشوال فوروردر. يعمل ايه؟ الجهاز الاولاني عايز ياخد جيت واي يطلع بيه، يوم الاي في جي مديله اول ايه؟ الماك بتاع الجهاز ده. طب الجهاز الثاني عايز ياخد واحد ثاني يطلع بيه اللي هو ده، يقوم الاي في جي مباصله الماك ادرس بتاع مين؟ بتاع ده. طيب الجهاز الثالث عايز يطلع نت الاخر،
يقوم الاي في جي مبصله مين؟ التالت. يبقى الاي في جي ده هو اللي بيعمل ايه؟ بيوزع الادوار. اول سيرف اول كلاينت طالع يديله الماك بتاع اول انترفيس يطلع بيه، الماك بتاع تاني انترفيس يطلع بيه، الماك بتاع تالت انترفيس يطلع بيه، وكلهم اساسا معمول لهم ايه؟ فيرتشوال اي بي. يعني كان ده واخد واحد واحد، ده واخد واحد اتنين، ده واخد واحد تلاتة، ده واخد واحد اربعة، كلهم عملهم فيرشوال اي بي وليكن واحد عشرة. يبقى الجيت واي بتاع ده كام؟ واحد عشرة، واحد عشرة، واحد عشرة. بس الاولاني بيستخدم الاولاني، التاني بيستخدم التاني، التالت بيستخدم التالت، الرابع بيستخدم الرابع. بيعملها ازاي محمد؟ مش كل جهاز من دول لما بيجي يطلع بره الشبكة بتاعته بيعمل ارب، بيعمل اربع على الجيت واي بتاعته. فانا عملت اربع على الواحد عشرة صح؟ فاول مرة اول ما اعمل ارب الاي في جي اللي هيرد عليا يقول لي خد الماك ادرس بتاع الاولاني ايه، فالراجل دوت يسجل عنده في الارب كاش ان واحد عشرة الجيت واي الماك بتاعه ايه. طب التاني بيعمل ارب، هيعمل ارب على مين؟ على واحد عشرة برضو. هيروح للاي في جي يقول له خد الماك ادرس بي، يوم الراجل ده مسجل عنده واحد عشرة الماك ادرس بتاعه بي. فكل جهاز من الاجهزه دي هيطلع ببورت مختلف. ده اللي هو مين يا جماعه؟ الجي ال بي. يبقى في عندنا نوعين اتنين من الراوترات، الرئيس اللي بيوزع الادوار اللي هو اكتف فيرتشوال جيت واي، وفي واحد اصلا الجيت واي بتاعتك اللي هو اكتف فيرتشوال فوروردر، ده اللي هتطلع من عليه. اكتف فيرتشوال جيت واي ده الراجل اللي بيرد على الارض، تيجي تقول انا عايز الماك يديك بتاع الجهاز الاولاني عشان تطلع منه. طب الجهاز التاني لما يجي يعمل ارب يديله الماك بتاع الراوتر التاني. طب الجهاز التالت يديله الماك بتاع الجهاز التالت. طب والرابع يجي يعمل ارب الرابع. طب لو الخامس جه يديله الاولاني تاني، التاني يوزع الترافيك عليهم، عشان كل واحد لما يجي يبعت الترافيك مره الباكت يمشي كده، ومره الباكت يمشي كده، ومره الباكت يمشي كده، ومره الباكت يمشي كده. اللي بيوزع الادوار ده اللي بيرد على الارب اسمه ايه؟ اي في جي. واحد منهم اعلى بريورتي بيبقى هو الاي في جي. كلهم في جروب واحد وكلهم لازم يكونوا في جروب واحد، وكلنا في الوردر، مش كلنا هننتظر واحد شغال وفحتينه وبقيه الناس بتسمعه. لا يا معلم، ده احنا كلنا في الوردر شغالين. فانا الرئيس بتاعكم لما يجي لي اول جهاز يطلب ماك هديله الماك بتاع رضا. بقى كده اي جهاز لما يجي يطلع على النت على طول شغال مع مين؟ مع رضا. تاني جهاز يديله بتاع باسم، تالت جهاز يديله بتاع محمد فوزي. لا ده خد بالك احنا ماشيين كده بنظام اسمه الراوند روبن. يعني ايه راوند روبن؟ يعني مره رضا ومره باسم ومره محمد فوزي، دول الثلاثه روتات اللي عندي. طب الجهاز الرابع اديله رضا تاني، باسم محمد فوزي رضا باسم محمد فوزي، الف عليهم. لا ده ان شاء الله بعد كده بقى انا ممكن انا بايديا اعمل ويت، لا اتنين ياخدهم رضا، واحد محمد باسم، واحد محمد فوزي، ويت على حسب من عامل، حسب من عامل بعد كده ان شاء الله. يبقى في طريقه تانية غير الراوند روبن ان كل واحد ياخد جهاز يطلعه. تمام. ده يا جماعه البروتوكولات اللي احنا اتكلمنا عليها، ال HSRB وال VRRB وال GLB، ده اللي احنا بنتكلم عليه ان انا بعمل ريداندنسي. كل الجزء ده انا بعمل ريداندنسي. بعمل ريداندنسي يعني ايه؟ يعني باقب. كان في ريداندنسي على مستوى لير 1 خدناه مع بعضنا امبارح، اللي هو كنا بنقول عليه ايثر تشانل، شويه كابلات عايز تخليهم كابل واحد ما بين السويتشات اهو، صح الكلام كده؟ كنت بخلي دول كابل واحد ازاي؟ بكونسبت اسمه ايثر تشانل. وقلنا فيه اتنين بروتوكول، حاجة اسمها الـ LACB ده الستاندر، وحاجة اسمها الـ BAGB بتاع سيسكو. ده على مستوى مين؟ Layer 1. خدنا على مستوى Layer 2 ما بين السويتشات وبعضيها زي مين؟ الـ Spanning Tree Protocol والـ Bare VLAN Spanning Tree Protocol والـ Rapid Spanning Tree Protocol، ده خدناهم امبارح. في Redundancy على مستوى Layer 3 بقى يا معلم، خدناه حالا دلوقتي، شكل HSRB بتاع سيسكو، شكل VRRB بتاع مين؟ بتاع الستاندر، شكل GLB اللي هو بيوزع الترافيك على كل الناس. GLB مش تبع ستاندر. الجي ال بي يا جماعه بيبعت هلو،
الهالو بتاعته بتنبعت على 224 0 0 102 102 الهالو بتاعته بتنبعت كل 3 ثواني شكل اتش اس ار بي. الهول داون تايم 10 ثواني. الهول داون تايم ده الجي ال بي اهو تمام كده. كل اللي احنا عنا بنعمله باجي على الانترفيس واقول له جي ال بي لانه مش موجود على الباكت تريسر 39 مثلا اي بي ادرس وادي له الاي بي الفيرشوال اهو ده الاي بي الفيرشوال. الجي ال بي في بريورتي ب 100 وممكن اعليه ل 255. الاعلى فيهم في البريورتي بقى هو الايه الاكتف فيرشوال جيت واي. طب والاقل يبقى اكتف فيرشوال ايه فوروردر. خد بالك اكتف فيرشوال جيت واي ده المعلم اللي بيوزع الادوار. الفوروردر ده الجيت واي بتاعتك. حلو الكلام يا جماعه. في حد عنده مشكله في الجزء ده؟ الجزء ده جالك فيه سؤالين في الامتحان. في تراك فيه الجي ال بي فيه تراك في بري امبت زي سيسكو بالظبط مش السيرفر بتاع سيسكو. تمام كده. الفي ار ار بي اللي ما كانش فيه تراك بس كان في حاجه اسمها اس ال ايه هناخدها بكره ان شاء الله. حلو الكلام كده. كده احنا قفلنا الجزء ده.